بقول لك يا حاج، عايزين فلوس الزينه والنبي. فلوس الزينه؟ ما بدفعش انا فلوس زينه، بس خدي المره دي مش هكسر بخاطرك. يا خد 5 جنيه. ايه؟ تسلم تسلم تسلم. بقول لك يا حاج، احنا عايزين فلوس الزينه. يا ابني انا لسه مدي لزميلك 5 جنيه. زميلي مين يابا؟ احنا بس اللي في المنطقه هنا اللي يهمها فلوس الزينه. انت شكلك اتضحك عليك. اه يا ولد الكلب. ماشي انت خد 10 جنيه. ايه؟ مش خساره فيك، بس على ايديها زي ورق على الكلام. هات يا عم. كل ما اروح عند حد اقول له فلوس الزينه بقول لك يا حاج انا عايز فلوس الزينه دلوقتي. مين الفرق لوس ده؟ يا ابني انا لسه مدي لزمايلك فلوس الزينه، مدي الواحد 5 لواحد 10، في ايه؟ بقول لك يا عمنا عشان ما تقفلش معاك، انا دلوقتي عايز فلوس الزينه عشان ما اقلش منك. خلاص. ايه ده؟ خد 100 وهات الباقي. هات. على فكره بقى انا مش بتاع زينه، انا حرامي. خد يا كابتن يا حرامي، خد يا ابن الحرامية.